بمناسبة إن بيقال علينا عرب أو وطن عربي أو كنا الجمهورية العربية المتحدة، يعني عملت شوية سيرش كده وقلت يعني إيه نشوف الدنيا كانت شكلها إيه، ويعني مش من بعيد قوي 61 عاما على فشل الجمهورية العربية المتحدة، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الكريم النحلاوي لتنهي دمشق بذلك وحدة استمرت 3 أعوام فقط بينها وبين القاهرة. احتفظت مصر إلى عام 71 بنفس الاسم، ثم تم تغييره إلى جمهورية مصر العربية، وتأتي الوحدة بين مصر وسوريا ضمن سلسلة محاولات، يعني هي ما كانتش الأولى تاخد نفس الفكر، يعني سلسلة محاولات ضمن سلسلة دول عربية كانت برضو بتحاول الاتحاد فيما بينها، من ضمنها الاتحاد العربي الهاشمي بين العراق والأردن، واتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا في عهد أنور السادات وحافظ الأسد ومعمر القذافي، والجمهورية العربية الإسلامية بين ليبيا وتونس في عهد معمر القذافي والحبيب بورقيبة، إضافة لكثير من المحاولات الأخرى للوحدة باءت كلها بالفشل نتيجة خلافات وأزمات وإنقلابات عسكرية. رحت على الويكيبيديا، بيتكلم عن القومية العربية إنها كانت في البداية حركة علمانية، رفض القوميون العرب بشكل عام، رفضوا الدين كعنصر أساسي في الهوية السياسية، عززوا وحدة العرب بغض النظر عن الهوية الطائفية، ومع ذلك فإن حقيقة أن معظم العرب كانوا مسلمين قد استخدمها البعض. لبنية مهمة في تكوين هوية وطنية عربية جديدة. معلش نخلي الصورة دي شوية، وهات الصورة اللي قبلها معلش يا أسامة. عروبة هي العرق والدين واللغة وغياب فكرة الوطن. قد إيه الجملة دي لخصت الدنيا كلها، يعني مفيش ولاء للأرض، مفيش ولاء للوطن، مفيش ولاء، انت ولاءك بيكون في العموم. العموم أساسا معرفوش بلدين يتجمعوا مع بعض أو 3 مع بعض أو 4 مع بعض، أكتر حاجة حصلت 3 سنين لا هيتفقوا، على الرغم ان الدين واحد في الأغلبية، اللغة واحدة، الفكر واحد، الكالتشر واحد، ولكن ان هم يتفقوا عمرهم ما هيتفقوا. في المقابل احنا بنبص على تاريخ وتأسيس الاتحاد الأوروبي، بس قبل ما ادخل على الاتحاد الأوروبي في حاجتين. الحاجة الأولانية الصورة اللي جابها أسامة دلوقتي، العراقيين أصولهم أشورية وأكدية وسومرية، والسوريين أصولهم آرامية، واللبنانيين أصولهم فينيقية، الفلسطينيين أصولهم كنعانية، المصريين أصولهم فرعونية، السودانيين أصولهم حبشية، المغرب والجزائر وتونس أصولهم ماغريزية، السعودية واليمن والعمان والخليج العربي أصولهم قبائل عربية بدوية. يبقى العرب كلهم في ناحية الجزيرة والخليج العربي. معنى دي بقى اللي أنا أيشقت، يعني معنى كلمة عربي نسمعها في فيديو من منى الشاذلي ونرجع تاني. اتفضل. القاموس في تعريف لكلمة عرب، A-R-A-B، عرب، المرادف لها بعد النقطتين فوق بعض، تعني كلمة عرب أو عربي تعني متشدد، متسكع، عالة، وشحات. ده اللي مكتوب في القاموس. مكتوب بصراحة يعني ما سابوش حاجة وحشة إلا وحطوها، وعلى فكرة ده كله بالعربي، يعني مش ترجمة.
انا مش عارفة لغاية امتى احنا متمسكين ان احنا نتمسح في ان احنا عرب. احنا مش عرب يا جماعة، ومش عيب ان احنا نقول ان احنا مش عرب، يعني التاريخ بيثبت ان احنا، التاريخ وجغرافيا وكل حاجة بتثبت ان احنا اصولنا فرعونية، اصولنا لينا قدماء المصريين، فخر كل مصري، اكيد فخر كل مصري. واكيد في ناس كتير جدا زي المغاربة، لما رشيد الاخ رشيد ده كاتب وبيقول ان هو يعتز ان هو امازيغي، وده مش عيب ومش هيقلل منه ان هو ما بيحبش حد، بالعكس عنده ثقة في نفسه ومنفتح على الاخر. فليه احنا متمسكين؟ هل عشان بنتكلم لغة عربية؟ اللغة العربية فرضت علينا somehow، يعني مش هنتكلم فيها كتير، لكن في المقريزي مكتوب ان احنا في وقت من الاوقات كان مغصوب علينا ان احنا نتكلم عربي، والا هيتقطع ألسنتنا. ففي اقباط مصريين قطعت ألسنتهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، ويكون كل اللي بيتكلم عربي بس. فده تاريخ يا جماعة، أنا مش بجيبه من عندي، بس ليه إحنا ما نفتخرش بأصولنا؟ ده العالم كله بيفتخر بالحضارة 7000 سنة والآثار والحاجات، يعني دي يعني إحنا عندنا تلت آثار العالم في مصر بس، آثار بس، ده غير مصر يعني ثرية جدا جدا جدا، وفيها حاجات رهيبة، يعني المفروض ان تكون هي الاولى في حاجات كتير جدا. اجدادنا عملوا كتير، عملوا عمليات وعملوا، اقروا بس التاريخ. للأسف كتب التاريخ مش عطياهم حقهم، بالعكس بتحاول تخزي بطريقة بأخرى لحاجات كانت سلبية، ولكن نقدر نعرف عن خالد بن الوليد و من الناس اللي هي دخلت على مصر ومش أصلنا. يعني المفروض ان احنا ندرس تاريخنا اولا، نحتفظ بأثارنا لينا، الأثار بتاعتنا مش مساخيط، أثار دي أجدادنا أبدعوا وأذهلوا العالم، وجامعات العالم النهاردة بتدرس مادة علمية اسمها إيجيبتولوجي، ومادة علمية تانية اسمها كوبتولوجي. يعني أكتر من كده فخر مفيش، العالم كله بيدرس تاريخنا، وللأسف إحنا لسه متمسكين إن إحنا نتنصل من هذا. بس مش إحنا يعني، أو في ناس، أنا كل واحد حر طبعاً يبقى عايز يقول اللي هو عايزه، ولكن أنا أثق في جدودي هم مين، وأفتخر بيهم وأقول أنا مصرية من أصول فرعونية مصرية، أفتخر بأجدادي. نروح للاتحاد الأوروبي. طبعا هي فكرة الاتحاد الأوروبي يمكن كانت فكرة زي الوطن العربي، إن هم يبقوا متحدين رغم اختلاف اللغة، رغم اختلاف الكالتشرز، في حاجات كتير قوي 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 مختلفة ما بينهم، ولكن ما فيش فيزا، تقدر تروح لأي حتة، العملة واحدة، الفكر الاقتصادي واحد. نشوف كده تاريخ تأسيس الاتحاد الأوروبي، كان في 1 نوفمبر سنة 93، وبيضم 27 دولة، آخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013. ركز الاتحاد الأوروبي على الاستقرار الاقتصادي، ثم تطور إلى وضع السياسات وتنفيذها، كما أنه تطرق إلى المناخ والبيئة والصحة والعدالة والأمن والهجرة. ويمتلك الاتحاد الأوروبي اليوم ميثاق حقوق أساسية يقوم على تقديس حقوق الإنسان مثل الحياة والكرامة وحرية الفكر والتعبير والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون، كما أن الاتحاد الأوروبي أسس سوقا موحدا لتمكين الأفراد والسلع والخدمات من العمل بحرية بين كافة الدول الأعضاء في الاتحاد. لذا يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري عالمي وأكبر مصدر للخدمات والسلع المصنعة في العالم، عملة واحدة وهي اليورو. وطبعا ما فيش فيزا وما فيش، يعني ده فكر وده فكر، ده عايز يبقى قوة
للمنطقة بتاعته، والتاني أفكاره استحواذية. الوطن العربي هتلاقي العراق غزت الكويت، هتلاقي مش عارفة حصل ايه في اليمن، حصل ايه في سوريا، وكلهم ما بينهم وما بين بعضيهم بياكلوا في بعض. طب ليه؟ وبعدين في الاخر لا احنا عرب، لا احنا وطن واحد، احنا لغة واحدة، دين واحد، ولكن للأسف كله هري وكلام وبس. ما نتمنى طبعا ان في يوم من الايام يتجمعوا بفكر صح، ولكن من الصعب لما في بلد واحدة ما بيتفقوش على الفكر، فتخيل بقى بلدان تانية مجاورة ممكن يدخلوا مع بعض كاتحاد.